صباح الورد لكم كلكم، وصباح الخير لحسن اللي راح يعطينا بعض المعلومات اللي لها علاقة بالحالة المرورية والحالة الجوية. صباح الخير حسن أبو عساف. صباح الخير سمر غرايبة، يعطيك صباح العافية. الورد، تفضل. يعطيك العافية سمر، شكرا لك، أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام من خلال حلقة اليوم من برنامج يوم جديد كما عودناكم. الآن نتعرف على آخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة في مختلف محافظات المملكة. طبعا اليوم الثلاثاء تبقى الأجواء لطيفة الحرارة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة. طبعا حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. الآن ننتقل معكم إلى درجات الحرارة في مختلف محافظات المملكة. نبدأها من إربد، تكون درجات الحرارة العظمى هناك 22 درجة. في عجلون العظمى 19، جرش 21، المفرق 21 العظمى. بالانتقال إلى درجات الحرارة في الأغوار الشمالية العظمى 25، الوسطى 26، الصلت 20، عمان العاصمة 20، الزرقاء 22 العظمى، في الموقر 22 درجة العظمى. بالانتقال إلى مادبة 20 درجة مئوية العظمى والصغرى 10 درجات. أما درجات الحرارة في الكرك 17، في الأغوار الجنوبية 26 أجواء دافئة. بالانتقال إلى درجات الحرارة في الطفيلة تسجل العظمى هناك 20 والصغرى 13 درجة، في الشوبك 17، في البتراء 23 والصغرى 14. بالانتقال إلى خليج العقبة تكون درجات الحرارة العظمى هناك 27 أجواء دافئة ومعتدلة. أما في معان تكون درجات الحرارة هناك العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، في الجفر 24 درجة. بالانتقال إلى الأزرق تسجل العظمى 19 والصغرى 9 درجات. أما في رويشد تكون العظمى هناك 24 درجة والصغرى 7 درجات. الآن إلى الحالة الجوية ليوم الخليج العقبة، تسجل العظمى هناك 27 درجة مئوية، أجواء دافئة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية والبحر هادئ، والعظمى 27 درجة. أما الحالة الجوية للأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الثلاثاء كما ذكرنا، الأجواء ستكون لطيفة ومعتدلة وباردة في ساعات المساء والصباح، حركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والعظمى 20 درجة ليوم الثلاثاء والصغرى 10 درجات. أما يوم الأربعاء 21 درجة مئوية العظمى والصغرى 10 درجات. بالانتقال إلى يوم الخميس سيكون هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والأجواء ستكون معتدلة ولطيفة وباردة في ساعات الصباح والمساء، العظمى 23 ليوم الخميس والصغرى 11 درجة. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل معكم بشكل مباشر إلى المهندس رائد رافد مدير مركز التنبؤات الجوية. أسعد الله صباحك مهندس. صباح الخير حسن لكم، وصباح الخير للأخت سمر ولجميع مشاهدي تلفزيون الأردني، حياكم الله. أخ رائد، يعني يوم الخميس إن شاء الله سيكون الانقلاب الشتوي 21/12، أيضا تضعنا في آخر التطورات على الحالة الجوية. طبعا يعني مبارح بالأمس كان هناك تساقط زخات خفيفة من المطر، نحكي فيما يتعلق في الحالة الجوية للأيام الثلاث القادمة وتعليقك على هذا الموضوع. طبعا يعني احنا يمكن بالتقرير السابق حكيت حسن انا انه غيوم متوسطه وعاليه بتغطي مناطق الشمال الشرقي من افريقيا سواء مصر، وهي تندفع من اتجاه مصر باتجاه المملكه على مناطقنا، وهي الغيوم المتوسطه والعاليه يعني بدنا نعرف انه راح ظلنا شاهدينها حتى الاسبوع القادم، يعني بمعنى اخر انه لن يكون هناك سماء صافيه 100% خلال اليوم والأربع خمس أيام القادمة نتيجة تواجد هذه الغيوم المندفعة من الشمال الشرقي من أفريقيا باتجاه المملكة، فرح تظهر بشكل يومي خلال هذه الأيام الأربع خمس أيام القادمة. وطبعا زي ما تفضلت حسن أنت امبارح يمكن شهدنا بعض النقاط الخفيفة من المطر الناتج عن هذه الغيوم المتوسطة والعالية، وراح طبعا نتوقعها اليوم برضو كمان راح يكون في هناك احتمالية ضعيفة لبعض الزكات الخفيفة من المطر بشكل متفرق هنا وهناك في أجزاء من المملكة. طبعا نرجع لسؤالك بالنسبة للمربعينية الشتاء، طبعا احنا يوم الخميس ب 21/12 الشمس تكون عمودية على مدار الجدي، ومدار الجدي هو جنوب خط الاستواء بزاوية 23 درجة مئوية جنوب خط الاستواء،
وطبعا تواجد الشمس بشكل عمودي على مدار الجدي ناتج طبعا عن بيخلي طبعا نصف الكرة الشمالي، نصف الكرة الشمالي بيكون أبعد نقطة له عن الـ 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 الشمس، وبالتالي بيبدأ فصل فلكيا، يبدأ فصل الشتاء، يبدأ فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وفي المقابل يبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وطبعا بفصل الشتاء باعتبار انه يوم الخميس راح يكون اخر يوم بفصل الخريف، اخر يوم فصل الخريف. طيب. فصل الشتاء عندنا في الاردن 90 يوم. نعم. اول 40 يوم هي تعتبر مربعينة الشتاء، وهي ابرد ايام السنة، ونسبة الهطول المطري من الموسم في المربعينية حوالي 30%. معدل الحرارة العظمى في المربعينية الشتاء هي حوالي تقريبا 13 درجة مئوية تقريبا كعظمى في العاصمة عمان، والصغرى حوالي 4 درجات مئوية كصغرى بفترات الليل. بعد مربعينية الشتاء التي تنتهي في 30/1 بتبدأ خمسينية الشتاء، وهي ما يتعارف عليه بسعد دابع وسعد بلع وسعد السعود وسعد الخبايا، حتى طبعا 21/3 نهاية فصل الشتاء مع الاعتدال الربيعي وتواجد الشمس عمودية على مدار على خط الاستواء. طبعا ما يميز ليلة الخميس انها تعتبر اطول ليلة وفيها اطول ليل واقصر نهار، حيث يمتد الليل حوالي 14 ساعة بينما تقريبا يعني، والنهار حوالي 10 ساعات نهارا، وهي تعتبر بالتالي الانقلاب الشتوي، يوم الانقلاب الشتوي بيكون في اطول ليل واقصر نهار. نعم حسن. طيب مهندس رائد، يعني دائما العلم عند الله عز وجل، يعني في بدايه راس السنه او بدايه الشهر القادم هل سيكون هناك منخفضات جويه قويه دسمه، يكون في امطار تساقط للثلوج؟ يعني احنا بتعرف حسن، متعودين احنا دائما الناس يعني من زمان انه دخلنا في المربعينية، وكان في مثل يعني اجدادنا كانوا يقولوه ومتوارث انه اذا دخلنا على نشاف بتضل نشاف. صحيح. ودخلنا على شتاء بتضل شتاء. طبعا يعني هذا كلام يعني من الموروث الشعبي واللي زمان يعني بيسولفوا فيه يعني الخديرية، لكن احنا ما بنقدر احنا نعتمد هذا من ناحية علمية، من ناحية علمية طبعا يعني ما بنقدر نعتمده، ولكن يمكن مربعينية الشتاء لأنها بتحقق حوالي 30% من الموسم المطري، وهي تعتبر أبرد أيام السنة، عادة ما بيجي فيها حالات جوية، هاي الحالات الجوية قد تؤدي إلى هطولات مطرية. لكن حتى هذه اللحظة حسن إذا بدنا نطلع للأسبوع القادم، يعني هنا إن شاء الله في عندنا حالة جوية متوقعة لمساء الأحد القادم، مساء الأحد على الاثنين، نتمنى من الله سبحانه وتعالى نجيب لنا امطار جيده. طبعا تفاصيلها اكيد في التقارير القادمه نتكلم اكثر، لكن حتى نهايه السنه يعني حتى نهايه شهر 12 حسب المؤشرات الاوليه هناك حاله جويه تعتبر متوسطه، وانا كمان يعني بحكي انه ما بدنا، يمكن دائما لما ندخل المربعينيه بصير في اشاعات بين الناس ثلوج يعني وحالات جوية. انا مهندس رائد طرقت لهذا السؤال يعني بالامس، تابعت بعض المواقع الإلكترونية الغير رسمية بأنه بداية شهر 1 سيكون هناك منخفضات جوية وثلوج وكذا، فأنا دائما بحب يعني أوضح للمشاهدين ونضعهم في المعلومة الدقيقة فيما يتعلق في تساقط الأمطار، فيما يتعلق في المنخفضات الجوية. نعم حسن، يعني أنا حتى يعني يمكن بشكرك على الاهتمام هاي النقطة، كثير الإشاعات تتداولت وكثير حتى الناس قاعدين بيتصلوا فينا كدائرة ارصاد جوية، ويمكن زي ما تفضلت وسائل الإعلام انه حديث بمنخفضات قوية وثلوج، حتى هذه اللحظة المتحدث فيها حسب الخرائط السطحية وخسائط خرائط طبقات الجو العليا هناك مؤشرات لحالة جوية، لكن الحالة الجوية حتى الآن تعتبر متوسطة، ولكن طبعا في النهاية احنا كل شيء بعلم الله، يعني نتحدث احنا عن مستقبل لقدام واحنا نتعامل مع متغيرات، لكن حتى هذه اللحظه الحاله عندنا حاله جويه ليله الاحد على الاثنين القادم، وهي الحاله الجويه حتى هذه اللحظه هي حاله جويه مطريه. تفاصيلها طبعا راح نلاحظ الاسبوع الجاي فروقات في الحراره، يعني الاسبوع الجاي حسن اعتبارا من يوم الاحد راح تبدا الحرارات تنخفض،
يعني احنا بنتكلم زي ما تفضلت هسه بالنشره، بتتكلم عن 20 عمان، 20 21 22 صحيح. بينما يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء نتكلم راح نتكلم عن حراره بعمان 14 15، راح تنخفض حوالي تقريبا 6 7 درجات مئويه، راح نشعر بالبروده اكثر صحيح. خلال فتره الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا. طبعا المنخفض الجوي الاحد على الاثنين ان شاء الله حسن لاحقا بنتحدث عنه بالتفصيل اكثر. شكرا المهندس رائد رافد مدير مركز التنبؤات الجوية، يعطيكم العافية وجهودكم مشكورة، وأيضا كما تعودنا سنستمر معكم في إيصال المعلومة الدقيقة والصحيحة للمشاهدين. أعزائي المشاهدين الآن ننتقل إلى كاميرات المراقبة التابعة لمديرية الأمن العام، كما نلاحظ معكم الدوار الثالث العبدلي الداخلية جبل حسين، يعني نلاحظ حركة المرور نشطة ولا يوجد أي ازدحام، فقط يعني في منطقة جبل حسين نلاحظ بعض من التزاحم المركبات بالقرب من دوار فراس. أما دوار الثالث باتجاه جبل عمان نلاحظ حركة المرور نشطة، يعني هذه أغلب يعني الكاميرات اللي نشاهدها معكم من الكاميرات المراقبة التابعة لمديرية الأمن العام. الآن أعزائي الكرام ننتقل معكم إلى سمر غرايبة ومع ضيوفها الكرام لاستكمال حلقة اليوم من برنامج يوم جديد. عودي لك سمر. شكرا يا حسن، الله يعطيك العافية، ويعني معلومات ربما وضعتنا في صورة الأحوال الجوية والأحوال المرورية بشكل أدق. شكرا حسن.